اشتراكك في القناة وتفعيل الجرس والتفاعل غيخلينا نوصل 100,000 فرد في هذه العائلة بحلول سنة 2023. خيار بين يديك، نضم لحملتنا توصيل القناة 100,000 اشتراك. مشكلة الميركاتو بالوداد. يضع الميركاتو الصيفي المقبل المكتب المسير لنادي الوداد الرياضي أمام اختبار مصيري بعد تألق عدد من لاعبي الفريق وإثارتهم للانتباه المهتمين والمتربصين. وأورد أحد المصادر أن المكتب المديري للنادي الوداد الرياضي يدرك التحدي الذي ينتظره في الميركاتو الصيفي المقبل والمتمثل في التصدي للأطماع الخارجية ومحاولات سلبه لنجومه. وأتابع أن مسؤولي الوداد الرياضي باشروا العمل على تجديد عقود لاعبين إلى جانب إقناع آخرين بالاستمرار مع الفريق الأحمر وإقناعهم بالمشروع الذي تتخلله المشاركة في كأس العالم للأندية والسوبر الإفريقي وكأس العرش وبطولة المغرب بعد تحقيق لقب أبطال إفريقيا. وتثير مجموعة الوداد الرياضي الحالية اهتمام أندية بارزة سواء على مستوى القارة السمراء أو خارجها بعد التألق المبهر في الموسم الحالي، خاصة على المستوى الإفريقي وبالخصوص بعد عدم جلب أي لاعبين في الميركاتو الشتوي الماضي. نهاية الفيديو، دمتم في أمان الله وحفظه وإلى اللقاء. يا رب